وسط ثناء ودعاء لهم بالبركة، تداول رواد تويتر فيديو لعائلة سعودية رفضت أن تستغني عن خادمتها بعد أن أصيبت بالشلل، ووجد الفيديو تفاعلا كبيرا في هاشتاج عائلة سعودية ترعى خادمة مشلولة 19 عاما. بالفعل يا سلمان، فقال أحد المغردون تعقيبا على المقطع: عندما يتهمون السعوديين بإساءة معاملة الخدم والسائقين، هنا مثال أخلاقي لعائلة سعودية ترعى خادمة مشلولة 19 عاما. صحيح. قال آخر: هذه هي أخلاق الإسلام، رحمة بالضعفاء، شرف وعز لهم، فلا يعلم المسلم بأي عمل يدخل الجنة. خلونا نشوف هذا المقطع ثم نعود لكم. عشان العائلة العظيم معنا على الهاتف صاحب هذا العمل، راعي الأسرة التي تكرم هذه الخادمة منذ 19 عاما، الأستاذ صلاح السيوفي. مرحبا بك أستاذ صلاح. يا مرحبا. أول شيء نحن نشكرك على يعني هذه الأخلاق اللي تمتلكها، ونحن نفتخر بوجودك بيننا. احكي لنا عن قصة هذه الخادمة. الله يجزاك خير، بس اسمح لي قبل لا أحكيكم عن الموضوع المفروض يكون في سياق الحديث كلمة مقفولة، لأن هي ما هي خادمة يعني، ولا ما خدمت، لأن ما هي خادمة، هي مقفولة. فأنا أفضل أن يكون يعني كلمة مقفولة بدل خادمة. وهذا من رقيك طال عمرك. الله يكرمك. الشيء الثاني اللي بقوله قبل القصة انه ما كنت حاب والله ان تنشر وسائل الاعلام ولا يعني لكن في زميل لي بالصدفة كده الإعلام جمال عبد القادر، هو عرف القصة
هذا الأساس. إيش قصتها؟ هي جاتكم متعافية، وهي جاتكم متعافية يعني ومرضت عندكم؟ والله لا، قصتها إنه كان عندي أنا مقفولة في البداية عامل منزلية اسمها صوفيا، فهذه الشغالة صوفيا كانت تجمع رواتبها عندي، وبعدين فجأة صارت تاخذ من رواتبها جزء وتقول لي أبعطي نوره. فمرة عن مرة قلت لها إيش موضوع نورة هذه؟ قالت لي نورة هذه كانت تعمل معنا في بيت الشخص، وجاءت يوم في الصباح تقوم ما قدرت. يعني هي ما هي خادمتكم؟ في البداية البداية. جميل، باختصار بس عشان نخلص الوقت معانا، بس تفضل. اي فاللي حصل انه مشلولة كانت اكتفي لها السابق، كان يبغى يتنازل عنها ويسوي لها خروج نهائي. طبعا الاهل واهلي اتخذنا قرار بانه هذه خادمتنا الموجوده عندنا صوفيا مسيحيه، فهي بتقدم لها هي وبعض هذا المساعدات بعض صديقاتها المساعدات. فكيف احنا المسلمين من ذيك الفترة من ذيك السنوات تولينا رعايتها أنا وأهلي يا سلام وأخواتي وأبنائي. ونحن وأنتوا يا والله يا نموذج، نحن نفتخر بوجودكم بيننا ونموذج مشرف في الحقيقة. نحن نشكرك لتخصيصك برنامج أخباركم للمداخلة معنا، ونسأل الله أن يقبل